سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ مرحبا بكم معايا اختي في هاد لا فيديو اللي بديتو معاكم من العشيه. هاد لا فيديو غدوزو معايا فيه الويكاند، وهنا بديتو معاكم نهار السبت في العشيه. غادي نصايبو شي شهيوه الكوتي، وهاد الشهيوه عرفتو طلعت لي بزاف ديال المرات. الاول مره غادي نجربها وقلت نصورها معاكم، كيف ما بغات تجي غادي نشاركها معاكم. درت كاس ديال الحليب دافي وزدت عليه خماره ديال الحلوه، خلطتهم ومن بعد زدت عليهم بيضه وثلاثه ديال المعالق ديال سنينه، ما بغيتش نكثر حيت ما كتعجبنيش الحلاوه بزاف، قبيصه ديال الملحه صافي. وغادي نخلط هذا الخليط هذا كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نزيد الدقيق. الا نسيتي حاجه البنات راه تكونوا شفتوها في لا فيديو. الدقيق البنات داك الكاس كيف ما شفتوا ديال العصير عندي شويه كبير، تقريبا درت ثلاثة وصافي. انا كنبغي صراحه نخدم بيدي. جمعت العجينه راه كتكون رطبه كيف ما كتشوفوا. هذاك البول دهنته بالزيت ودرت فيه ديك العجينه، غادي نغطيه باك بلاستيكه وخليته يرتاح واحد 10 دقائق اولا 15 دقيقه. هنا من بعد ما ارتحت ليا ديك العجينيه اصلا كتكون رطبه، انا اختي هادشي اللي شفتهم داروه درتو. من بعد خديت هنايا درت الدقيق من فوق البوطاجي وغادي نبقى نطلق بالمدلك. طلقتها مزيان مزيان، وفاش تطلقوا العجينه خاصكم تدهنوها بالزبده، انا راه نسيتها. ومن بعد هنا عندي كوبيل وخلطته مع الكاكاو المور، ما بغيتش ندير الكاكاو المور بوحديته، خفت لي يمررها لي، ومع كان عندي كوبيل صافي خلطتهم صافي ودردرت من الفوق. ودابا غادي نبدا كنطوي بحال هكا. بانت لي صراحه الطريقه سهله، وشفت كلشي جربها قلت ضروري غادي نجربها معاكم. هنا سوا كتقطعي بموس يكون كبير وماضي، سوا كتقطعي بالخيط. انا جاني الموس عملي على الخيط، الخيط بحال غيبقى يضيع لكم الوقت. خدي ليا موس كبير يكون ماضي وبداي كتقطعي. انا درتهم غير صغيورين، داك ديك اللاطه فين غادي ندخلهم يطيبوا راني دهنتها بالزبده، وما تحطوهمش مقاربين باش فاش يطيبوا ما تلصقش وحده مع وحده. انا حطيتهم بعدين وما درتش كميه بزاف حيت اول مره غادي نديرها، قلت ندير غير شويه ندير بها الكوتي ومنين تبقى ليا لا غد ليه الفطور ولا عجبتني مره اخرى عاوتاني نعاودها. صافي غطيتها بزويف بلاتي عاد ندخلها طيب. بالنسبه الكريمه هنا خديت شويه ديال الحليب، معلقه الزبده ومعلقه سنيده، وطحنتهم ودخلتهم للثلاجه باش فاش طيب ليا نديرهم من الفوق. دابا البنات غادي نصايبوا العجينه ديال الكيش. المهم انا هذا هو الروتين اللي عندي ديما كنديرو فاش كنبغي نطيب العشاء، كنحيد عليا الروينه شويه بكري. بالنسبه للعجينه هنا عندي الدقيق الابيض كنستعمل ديال الحلوه، درت غير شويه حيت غنصايب كيش غير صغير. زدت عليه معلقه الملحه، معلقه ديال سنيده، خماره ديال الحلوه، بيض ومعلقه كبيره ديال الزبده، وجمعت ديك العجينه بالماء بارد صافي. البنات راه ما دلكتهاش غير جمعتها، لويت عليها بلاستيكه ودخلتها للثلاجه. عاد من بعد دخلت هاد الوصفه طيب ليا في الفران. شوفوا البنات الا كنتو بغيتو توجدوها للفطور بالاحسن ديروها في الليل حيت شويه كتشد الوقت في الطياب. خويت عليها ديك الكريمه، عرفتوا جات بنينه ما تشبعوش منها. شوفوا كيفاش كتجي من الداخل بحال شي كيكه، والله الا جات زوينه غير جربوها. بالنسبه للبنات اللي راه تكونوا شفتوها، بالنسبه للبنات اللي ما زعما مازال ما جربوهاش، ها نتوما غتشوفوها من عندي. ايوا صافي اختي، راني جلاس ودرت كاسكروت في خاطري، ودابا نت باش غادي نصايب الحشوه ديال الكيش. غادي ندير حشوه عاديه، خديت قيله درت فيها بصيله، شلطه طريفات صغار، زدت سدوله ديال الدجاج، ملحه، البزار، الزعتر، شويه ديال الربيع، وغادي ندير شامبينيون. مولفه كندير تخضيره هاد المره، بغيت ندير غير هكا دجاج وشامبينيون. العجينه جبتها من الثلاجه، طلقتها، درتها في هاد المول اللي غادي ندخلو الفران، وتكيتها بالفرشيطه. مولفه البنات كندهنها بصفار ديال البيض، عاد كندير الحشوه. البيض ما بقاش ليا صافي، درت الحشوه نيشان. بالنسبه لديك الطبقه الثانيه كناخد دانون مسوس كنزيد عليه بيضه، شويه الملحه، شويه ديال البزار، معلقه ديال النشا، وشويه ديال الربيع صافي. وكتخلطي وديريه من الفوق. ودرت الفرماج احمر صراحه ديال لا مولفه، كندير موتزاريلا، ولكن عرفتو الفرماج احمر كيعلكها وكيعطي مذاق زوين. وغادي ندخلها للفران طيب. جيت باش غادي نطوي هاد الحويجات نحيدهم عليا، عرفتو البنات غدا الحد وانا ما كنحملش نهار الحد، تصبح الدار مرونه وعاد نبقى كنقدي ونجبد، كنبغي حتى انا نرتاح فيه. المهم اختي غادي نطويهم ونرسي كل حاجه في بلايصها، وها نتوما معايا.
بغيت نشارك معاكم البيجامات اللي خديتهم جداد من نفس لاباج اللي كنت خليت لكم مؤخرا. كنت خديت معنا 3 ديال البيجامات، دابا زدت وحده ليا ووحده للوالده ديالي، بما انه عندها بيجامات زوينين ودايره ثمن مناسب، زعما اي وحده تقدر تاخذ. عاوتاني كومونديت من عندها، خديت ليا انا هذه بالسروال، سروال في الغوز بيبي والفوقاني ديالو، والوالده ديالي لبنات حيت السمراء، هذا اللون كيجيها غزال كيعجبني عليها. خديت لها وحده هكا طويله، شوفوا ليا كيفاش كتجي من اليدين، عرفتوا فاش لبساتها جاتها كتحمق. ها نتوما البنات لاباج راه كنت فايته خليتها لكم، وانا غادي نعاود نخليها لكم غير بالنسبه للبنات اللي غيكونوا ما شافوش داك لا فيديو ويبغيو ياخذوا بيجامات، انا غادي نخليها لكم، راه ما اشهر ما والو. ايوا صافي اختي، حطيت هنا بيجامتي اللي غادي نلبس وغادي ندخل ندوش. حطيت ليا داك الكريم ديال ميكس بيبي زويون، وديودوروني غادي ندير هذيك ديال دو، فيها ريحه زويونه وخفيفه. عطرت البيجامه ديالي بالبارفان ديال يارا، بما انه هي في الغوز والريحه في الغوز حتى هي. ودابا غادي ندخل ندوش، ولكن قبل بغيت ندير ماسك لوجهي، ما بغيتش نوسخ بيجامتي البنات، قلت ندير ماسك لوجهي وعاد من بعد ندخل ندوش. هذا قوماج وماسك في نفس الوقت، كندير فيه معلقه ديال الروز مطحون وما كنطحنوش مزيان باش يقومي ليا وجهي، معلقه ديال نيدو وراس معلقه صغيره ديال الخرقوم. صافي، وكنخلط بدانون مسوس، درتو لوجهي ودرتهم حتى ليديا. شوفوا قوميت وجهي كيف ما كتشوفوا، وعاد من بعد غادي نخليه حتى ينشف وعاد نغسل وجهي. البنات اللي كيبغيو وجههم يتفتح يتوحد اللون يعطيك نضاره، ديري لي هاد الماسك، ومنين تغسلي وجهك غسلي بشي جي نيتوايو وردي عليا الخبر، عرفتو كيعطي واحد النضاره غزاله. صافي كيف ما شو غادي نخليه هنا، راه خليته تنشف ودخل الدوش، قلت ما كيلاش نصور معاكم داكشي بلي ديطاي باش ما تملوش. خديت ليا غير دوش خفيف ما غسلت شعري، وهنا اختي خرجت رطبت وجهي، درت ليا شويه ديال البلاش، نطيحو شويه ديال السر، تعطرت بديك يا راه غادي نرطب يديداتي، راكم عارفين لا روتين ديال من ورا الحمام. وضروري اختي انا عندي وقيته في الليل، كندخل كناخذ دوش ديالي، كنتهلا في راسي، كنعس وانا مرتاحه، واخا نكون قياله ما عرف شنو كندير، ضروري كنعطي واحد الوقيت لراسي، منها كنعس وانا مرتاحه، ومنها كناخذ طاقه زوينه. بنات عرفتوا الموت ديال البرد، الجو غزال، لقيتوني دابا غادي نحط العشاء. الكياج ما كرهتش نحيدو ونديرو في طبسيل، ساعه ما عرفتش واش غيتحيد لي ولا لا. هذاك المول فين درت فيه الكياج دهنته بالزبده والطحين، عاد درت فيه العجينه ما عرفتش واش غيتحيد لي ولا لا، عاد غادي نطفي عليه الفران. وراني زدت حتى هذيك البلبوله ديال الشعير، درتها بمطيشه وفلي، ماشي فليو، مطيشه والزعتر، ما عنديش فليو عرفتو كتجي بنينه. المهم نحط العشاء وهانتوما معايا. شوف هذا اول حد غادي نصبح فيه المعصا، ديما كضربني الفيقه بكري، مع ديك مره مع 9 بعض المرات مع 8، وكل مره وشنو. هذا النهار صبحت ناعسه، بقيتوني غادي نوجد الفطور، غادي ندير غير حريشات صغيورين وصافي، هادشي اللي كاين. نوجد الفطور هانتوما مبوزين معايا. هاد شي بنات قالوا لي زكية اي حاجه طيبتيها كيف ما بغات تكون شاركي معنا الوصفه، راه كيف ما كاين بنات كيعرفوا يطيبوا كاين بنات اللي ما تيعرفوش. انا غنشارك معاكم الطريقه ديال الحرشه، عندي هنا السميده، كديروا الكميه اللي غتكفيكم، غادي نزيد عليها قبيصه ديال الملحه، واحد معلقه صغيره ديال سنيده، خماره ديال الحلوه غادي نديرها كامله، خميره معجونه البنات عرفتوا كندير منها شويه شويه، صافي بارك. والزيت نتوما عبروا بالكاس، ديروا واحد نص كاس ديال الزيت، انا غندير عيني ميزاني، صافي بارك. صافي ونخلط هادشي هذا. المهم البنات انا كنشارك معكم الطريقه كيف ما قلتوا لي، وكل وحده والطريقه ديال الطياب ديالها. خلطيها بحال هكا، ها نتوما شوفوا كيفاش كتولي، كيدخل هذاك الزيت ودوك المكونات كيتخلطوا مع بعضياتهم. صافي كي كيخلطها بالماء، انا ما كنخلطهاش بالماء، كنخلطها بالحليب، ما كتعجبنيش بالماء، كتجيني الحليب كيعطيها مذاق زوين. صافي ونخلط بحال هكا، نزيد هادشي يبقى لي من الحليب،
هي واخا كتكون جاريه راه كتشرب. شوفوا غادي نخليها 5 دقائق بيد ما نوجد المقله صافي وغادي نبدا نطيبها. انا ناويه غادي نديرهم صغيورين. ساعه قلت غادي نتعطل على الفطور غادي نديرها دايره. على الله تصدق ليا شوفوا كيف ما صدقت كيف ما غنشاركها معكم، حيت انا وحده دايره ما كتصدق ليش. هذه انا غنجربها معكم كيف ما جاتني غنصورها. الناس غادي نطيبها في هذه المقله، ديك المقله الاخرى ديال الحرشه ما كتصدق ليش فيها وحده كبيره. غادي نجرب على الله في هذه، راني دهنتها بالزبده ودرت لها السميده ودابا غنخوي فيها هذا الشيء. هذا شوفوا راني قرصتها وجمعتها من الجناب. كما قلت لكم صاب غير تجي زوينه، اما في الشكل ماشي مشكل حيت انا ما كتصدق ليش وحده دايره. دابا غندير لها هكا شويه ديال السميده من الفوق، ما عرفتش واش كيديروها ولا لا. انا غادي نديرها لها بحال هكا، ندير لها واحد تقيبه الوسط بحال هكا. دابا خصني نردها طيب ولا يحاشمنا مصاب تجي زوينه، حيت انا كتعجبني الحرشه ومشهيه في طربيها. منين ديري لها هكا وتحرك عرفيها راها طابت. انا وقيله راه تحرقات ليا. غادي ناخذ هاد الطبسيل هذا بحال هكا، ها انتوما بسم الله. اوه زوينه شوفوا صافي. وعاوتاني هكا حطيها ماما الطريقه راها باينه. دابا انا غير حيت البنات قولوا لي لا بقيت تشاركي معنا الوصفات والله الا جات زوينه. دابا غادي نحطها طيب على الجهه الاخرى بحال هكا. عرفتو جات بنينه وهشيشه، جات كتحمق. واخا درتها غير واحد شويه غليظه ماشي بزاف، انا ما كتعجبنيش الحرشه اللي كتكون رقيقه. مهم صراحه جات زوينه، كون طيبتها في ديك المقله الاخرى ما كانتش غادي تصدق ليا. ايوا اختي من الفطور دسنيشن معاكم للغدا، راني جمعت الدار وجدت الغديوه ديالي. ما هنا كنت كنهضر معاكم وانا نقطع الصوت، ما بغيتش نصور لكم الجميع ديال الدار باش ما تجينيش لا فيديو طويله، وفي نفس الوقت ما شاركتش معاكم الغدا عاوتاني باش ما تجينيش لا فيديو فيها غير الطياب والماكله. بالنسبه للغدا البنات درت غير الدجاج مفور بالروز، شويه ديال التكتوكه. هنا كنرصي الديسري، يعني غديوه عاديه، ما كنبغيش باش نكثر ليكم باش ما يجيونيش الفيديو كيتشابهوا. كنحاول انني ننوع ليكم، كل مره كنحاول نصور ليكم حاجه. واختي دابا ندوزو نوجدوا راسنا. غادي نصايب معكم ماكياج باش غادي نخرجوا، بما انه داك النهار فاش صورت لكم داك الروتين المسائي ديال الخريف عجبكم الماكياج اللي كنت دايره، قلت غادي نصايبو معكم. دابا هو ماكياج عادي، انا غادي نصايبو معكم كيجي زويون. اول حاجه ضروري تكون البشره نقيه، ديري لها شي بوماج ديري لها شي ماسك، مهم البشره خاصها تكون نقيه. ثاني حاجه ضروري من الترطيب، انا كنرطب في هاد الوقيته ديال البرد كناخذ هاد سيتافيل زوين، حيت البشره ديالي كتنشف وكتولي كتقشر. يعني البنات اللي البشره ديالهم ناشفه ماشي اللي البشره ديالهم دهنيه، انا راني في الصيف كتكون دهنيه في البرد كتولي ناشفه. البنات اللي البشره ديالهم ناشفه وكتقشر خذوا ليا هاد سيتافيل، شوفوا راه كيدي مده طويله غدوزي به البرد كامل. رطبي به قبل ما الماكياج في الدار في الليل فاش بغيتي تنعسي في اي وقيته زوين بزاف. سوا خدي هاد الكبير سوا خدي الصغير انت واللي بغيتي، غير المهم ضروري قبل ما الماكياج رطبي ليا البشره ديالك. وتاني خطوه هي غادي نرطب تحت عيني هاد الكريم ديال سيغاب اولا سيغافي، زوين بزاف. غادي ندير الفوندو طاه ديالي كنستعمل من شحال هادي ديال فيتمي، لا ريفيرونس ديالي 130، غير شويه ولات كتجيني فات. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي زكيه نقسم الفوندو طاه، انا راه ما كنديرهاش يوميا البنات، كنديرها فاش كنكون خارجه، كنخرج نهير في السيمانه اولا جوج ديال النهارات. دابا راه غير لي فيديو بعض المرات كيجيو متابعين فهمتوني، كتجي خريجه من مور خريجه واخا داكشي ما كيتصورش في نهار واحد، اما انا راه ما كنستعملهاش ديما. ودي ليا البيوتي بلاندر، انا راه يلاه غسلتها راه يلاه نشفات، مازال واحد شويه فازقه، سوا فزقيها بالماء سوا استعملي شي فيكساتور. انا عندي هذا ديال توب فيس خديته بشي 55 درهم وقيله اولا 60 درهم، زوين ما بينش كيفيكسي واحد شويه، اما كديريه على وجهك قبل ما كديري الماكياج اما حتى كتسالي الماكياج. انا ما كتعجبنيش ديك الطريقه تاع نسالي الماكياج عاد نفيكسي، سوا كتاخدي بيوتي بلندر وكترشيه عليها بحال هكا، تزقيها مزيان اما كانج عندك استعملي غير الماء.
دابا غادي ندير لونتيسيغ حتى هو ديال فيتمي لا ريفيرونس 25 حتى هو البنات زوين التغطيه ديالو ما عالياش بزاف بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من لي سيغن بزاف يعني كيكون تحت عينيهم كحل بزاف ما غاديش يغطي لكم ولكن اللي ما كيكونش عندها اولا كيكونوا خفافين انا صراحه ما عنديش بزاف كيف ما كتشوفوا خفاف غادي يعجبكم كندير منه غير شويه هكا وشويه هكا غادي ناخذ الكونتور انا كيعجبني بزاف في الماكياج ها نتوما هاد اللوانات ما كنستعملهمش كاع كنستعمل غير هاد اللون وبقى ليا فيه غير هاد الشويه خدي لي شي بانانا باودر كيف ما كانت عندك باش نفيكسيو هاد الفوندو تاع اللي درنا وهاد لونتي سير غادي ناخد هادي غير شويه وغادي نحط نخليوها بيد ما نكملو عينينا ودابا خدي ليا سوا سوا هكا شي بودر اولا شي لون يكون عندك في البيج ولا في الابيض وغادي ناخد بانسو بحال هكا وغادي نديرو فوق عيني عاد من بعد نخدم بشي لون بحال هكا صافي وندير فوق عيني ودابا بالنسبه للوينات اللي خدمت بهم داك النهار في داك الماكياج غير جوج لوينات واحد في هكا ها نتوما هذا الماغو هذا ما مفتوح ما مغلوق ماشي مفتوح راه باين وهذا مغلوق غادي نبداو بهذا اللون هذا هو الاول صافي البنات كيف ما شفتوا كناخذ غير شويه بحال هكا وحطي هنا صافي وبداي كدمجي بحال هكا ودخلي البانسو لداخل وعاودي خرجي غير مهم دمجي مزيان دابا غادي ناخذ داك اللويه اللي مغلوق بزاف غادي ناخذ منه غير شويه ياكو غادي نحط هنايا بحال هكا صافي غادي نبقى كندمج ونخرج العلا برا وندخل لداخل بحال حطيت غير لون فوق لون وطلع مكياج غزال وهذا المكياج انا كيعجبني بزاف في البرد في الخريف كيجي زويون عاوتاني بحال هكا صافي وبقى ندمج وندخل لداخل مهم غير جوج لوينات صافي اختي انا كملت من عين دابا كتاخدي الايلاينر ديالك هذا كنت خديته دابا كتاخدي الايلاينر ديالك كل وحده والطريقه ديالها انا كنديرو غير في الاخر ديال العين هذا راه كنت خديته غير بشي 15 درهم وصدق زويون وكيدي مده طويله كناخذ بحال هكا كنجبد عيني واحد شويه كندير هكا خطيط رقيق بحال هكا ونعاود نجرب بحال هكا نزيد نطلع عليا واحد شويه ها نتوما البنات انا هادي هي الطريقه اللي كندير صافي وكنهني راسي ما كيعجبنيش ندير مثلا ايلاينر شاد من هنا حتى لهنا ما كيعجبنيش كيعجبني نديرو في الاخر ديال العين ومره مره كندير هنا في هذا المدمع على حسب الكان صافي غنخدم هذه العين ثانيه ونعاود نرجع معاكم ودابا ندوزو الماسكارا انا هذه هي اللي كنستعمل ايسونس الموف مره كناخذ الخضراء مره كناخذ الموف بجوج بهم زوينين الخضراء كتقوي الشفر وهذا الموف كطلعهم فهمتوني بجوج بهم زوينين الصراحه وشنو كندير ملي كتكون عندي وحده جديده ما كنخدمش بها نيشان ما كطلعش الشفر زوين ديما خلي عندك وحده قديمه بحال هكا كناخذ هذه راه قديمه كنبقى نهز من جديده بحال هكا ونطلع ديك التطليعه الاولى كتكون بالقديمه عاد من بعد كنعاود بالثانيه كطلع الشفار زوين غزاله هاد الماسكارا غزاله شوفوا هاد العين كيفاش تحلات وهاد العين هادي كتبان منتوفه بحال ما فيهاش الشفر دابا عاوتاني غادي نفس الشيء اللي درت فهاد العين غنعاود نديرو فهاد العين ونعاود نرجع معاها صافي البنات انا كملت من عيني ولكن منين كنكمل العينين بجوج كنعاود نزيد ندير كوش اخرى باش كيطلعوا الشفر مزيان غادي نبدا بهادي اللي بديت بها هي الاولى بحال هكا
شوفوا راه نفس الطريقه تقريبا ديال الماكياج وديال الماسكارا. كما قلت لكم انا هذا الماكياج كنشاركو مع البنات اللي ديما كيقولوا لي اذا كيبقاي تصايبي معنا الماكياج بقاي تصايبي معنا الماكياج، وانا كنقول لكم شي كيعرف يدير وصافي اختي هادشي اللي كاين نتوما كتطلبوا مني وانا كنفذ، ما كنخسر الخاطر حتى شي وحده. كاين البنات اللي يكونوا كيعرفوا كيصايبوا الماكياج اكثر مني، وكيف ما قلت لكم كاين اللي كتكون ما كتعرفش، وبما انه كتطلبوا مني الحاجه انا كنديرها ليكم. صافي دابا كملت من عيني، غادي ناخذ بانسو، ما تزيدوش على هضرتي مخربقه، راني غادي نتروح صافي وغادي نحيدو هاد لابودغ هادي وغادي نحيدها مزيان، ما تبقاش بحال هكا باين داك لاطراس ديالها. ناخذ بانس وحده اخرى، عرفتوا راه يلا غسلتهم باقيين نقيقين، وغادي ناخذ هاد البرونزر اللي ما بغاش يتسالى ليا، وحتى هو ديال بورجوا ما بيهش زويون، وغادي ندير منه. هاد البرونزر باش كنكرهو ما كيعجبنيش، ما كيبغيش يهز بزاف، كتبقاي تحكي وتعاودي يلا كيهزلك واحد شويه، هادشي باش صراحه ما زوينش. ولكن البنات اللي كيكونوا بويض بزاف غادي يعجبهم بزاف، انا حيتاش ما بيضاش ما كيبغيش يطلع لي. بنفس البانسو غادي ندير الفاراجو هذا ديال طوب فيس غزال، هذا كتاخدي منه غير شويه كيعطيك فن حتى هو، غادي نبقى نهز منه غير واحد شويه بحال هكا. ها انتم شفتوا كنهز غير شويه كتهز ليا البانسو ماشي بحال الاخر. صافي وغادي ندير شويه هنايا، انا ما عرفتش علاش ما كيعجبنيش فاراجو يكون في الغوز، ما كيعجبنيش، كيعجبوني هاد اللوانات بحال هكا يكون ماغو اورانج كنحمق عليهم. صافي ندير شويه هنايا وداكشي اللي كيبقى كندوزو هنايا شويه في النويف وصافي. نزيد ماسكارا في عيني من التحت، بغيتو ديرو قلم ديروه، ما بغيتيش ديري ما ديريش، ما كرهتش كون كان عندي شي قلم في البيج كون درتو، ما غادي نلبس بودي في البيج تاع عندي في الابيض ما بقاش كيعجبني بزاف، اذا ما غادي ندير حتى شي حاجه غير ماسكارا بوحدي صراحه كافيه، وما كنكثرش من التحت حيتاش هاد الموف مي كديريها من التحت كتجلخ لك عينيك، الا هكا ضرب فيك الريح ولا دمعات لك عينك عرفتو كتبقى كتجلخ، هادشي باش ما كتعجبنيش وما كنديرهاش من التحت غير مره كنتشهاها وصافي. صافي ودابا غادي ندوز لطراسي فمي، هاد القلم كنت خديته غير ب 10 دراهم زويون وفيه لوين ما مغلقش بزاف. بالنسبه للكلوز اللي غادي ندير هذا البنات ديال مايبلين، لا ريفيرونس ديالو 007 غزال، كيحمق عرفتو نيود خفيف يدار في الصيف وفي البرد، اللوين ديالو فن عرفتو فيه واحد الريحه كتحمق، هو اللي درت ديك النهار وهو اللي زين ليا الماكياج. صافي انا كملت الماكياج، هذا هو الماكياج اللي درت معكم داك النهار وحماقيتو عليه، هذا راه يتصايب ماشي غير في 10 دقائق، في 5 دقائق دغيا زربوا عليه. انا دابا غير حيت كنصور داكشي باش التصوير شويه كيعطل الوقت، بغيتي تزيدي هايلايتر زيديه، ما بغيتيش ما تزيديش، انا غادي ندير غير واحد شويه منه، كيعجبني ندير شويه هنايا بحال هكا، ندير شويه هنا في نيفي وشويه هنايا غير شويه ما كنكثرش، وغادي نزيد غير شويه هنايا صافي ندير بحال هكا. بالنسبه للبسه اللي غادي نلبسها انا وجدتها، غادي نلبس هاد الجاكيطه ديال الجين كي لبرت صراحه كتجي في البسه زوينه ما ثقيلهاش وعاوتاني ما خفيفاش، كتجي مريحه في البسه، غنلبسها مع هاد الجين هذا تقريبا في نفس اللون ديال الجاكيطه. غادي نلبس هاد البودي اللي خديت من شيئين، نشوف كيفاش غادي يجي في اللبسه، وعرفتو التويب ديالو زويون وهاد البيج حتى هو كيجيني انيق في اللبسه، وغادي نهز هاد السويك هاد الزاز هذا اللي انا حماقيت عليه عرفتو كيجي مع هاد البيج كيجي غزال، وغادي نلبس هاد لي اوغل يلا خديتهم غير البارح، شوفوا ليا كيفاش دايرين، انا راه واحد الانسانه كنعشق هاد اللون هذا، شوفوا راني لابساه في البيجامه كيجي زويون في الحوايج لا ديال البنات لا ديال الدراري،
ومعها دابا حتى سمير واخد سبرديله في هذا اللون يا اختي، غادي نلبسو بحال بحال. المهم ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي، عرفتوا هذا اللون انيق. خديته غير في 37، انا كنلبس 38 39، جاني غير في 37. شوفوا كيفاش كيجي من الداخل، عرفتوا سخيخن، وحتى في الشكل ديالو غزال. دابا حتى نلبس وعاد ديك الساعه يبان. وبالنسبه للبارفان غادي ندير اختي هادي دوب ديال لي بغ ديال هاد الوقيته، راه ريحتها دمار دمار دمار، ومع صغيوره غادي تجيني نيشان في السويك، ريحتها ما كطيرش، كتبقى شاده وكتجيني ريحتها انيقه حتى هي. مهم البنات راه فاش كنت خديتها راه خليت لكم لاباج منين خديتهم من عند شوب بيهانا، عرفتوا ريحتها كتحمق، ريحه ديال الانوثه وديال هاد الوقيته ديال الخريف. عرفتو الشميشة الجو زوين، الجو غزال، نمشي للضليلة. جينا البنات لهاد القهوة ديما كنجيو لها المنتزه اللي في طريق بوفكران، هي صراحة اللي زوينة وشوية مفاجية هكا وخارجة على مكناس، زوينة الصراحة كيكون فيها الجو زوين. شوفوا على الشميشة جو غزال. لقيتونا غادي نمشيو في حالاتنا. المهم شربنا قهوه، دوسنا شويه، صراحه هاد القهوه زوينه، كنلقاو فيها راحتنا حيتاش كبيره، فيها الكليسه زوينه. حنا جلسنا هاد المره لداخل، ما جلسناش على برا. ايوا صافي دابا لقيتونا غادي نمشيو، وغنمشيو غير هكا نضربو دويره، ما غنمشيو حتى بلاصه يمكن، صافي غادي نمشيو للدار. وقلت نحبس لكم لا فيديو هنايا، كنتمنى يعجبكم. السلام عليكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.